فهنا هنا بتتعامل مع القضية اللي انتوا وفيتوا على ده في لجنة الإعلام ولما عرضوا أولا نحن بصفتنا نواب في لجنة الثقافة والإعلام والآثار عرضت علينا المعايير، وكان الأستاذ مكرم محمد أحمد حاضر هذا الاجتماع. لكن خليني أبدأ كلامي وأقول لحضرتك، هو إحنا مش عاوزين نفكر بشكل سطحي، عاوزين ننظر للمنظومة بشكل عام. أنا من وجهة نظري المعايير في جوهرها شيء كويس وإيجابي، ولكن أنا ضد فكرة المبالغ. يمكن أنا بكلمك أيضا بلسان الصحفي المعايش لما يحدث في الشارع وما يتم داخل الأروقة. فكرة إن أنا أقيد الدراما ده في حد ذاته شيء سلبي، ممكن يعود بالسلب على فكرة المنتج اللي هو احنا هنقدمه. ازاي انا تقيدني وعاوزني انقل لك الواقع في الشارع؟ الدراما معناها ايه؟ الدراما معناها ان انا انقل الواقع للناس بسلبياته وايجابياته واعرض الحل في نفس الوقت. لكن انا اتمنى ان احنا ننظر للثقافات، ننظر ايضا للمنتج ده مين بيقدمه. انا مش عاوز اقول له انا هحاسبك، لا، انا عاوز اعلمه ازاي يكتب صح، ازاي يكتب عمل يفيد نفسه ويفيد بلده. لكن انت ضد اللي هي الغرامة ال 250 الف جنيه على كل لفظ انا ضدها. وليه انا ما حاولش؟ وضد التقييد بفكرة يقول لك ان في بلطجي بيظهر او راقصة، فانت بتقول ما هو ده موجود في المجتمع ده يعني. ده موجود في الواقع طبعا. انا الاسفاف انا ضده طبعا يعني، لكن زي ما قلت لحضرتك الاعلام انا من وجهة نظري الشخصية لازم يسبح في سماء في فضاء واسع، لكن لازم يكون في ثقافات بتحكم هذا. لازم انا يكون عندي قناعات لو انا مؤلف او مخرج او صاحب شركة انتاج او ممثل، هذه الثقافات والقناعات والقيم والأخلاق وعاداتنا وتقاليدنا تتحكم في المنتج اللي أنا هقدمه. طيب، لكن انت بشكل ده الغرامة 250 ألف جنيه على كل لفظ دي شايف انها تقفل الفن يعني، او تقفل الاعمال الفنية؟ طيب، هو السؤال الافضل هو الهيئة جات لنا وقدمت لنا هذا المعايير بغرض ضبط الأداء الإعلامي في شهر رمضان اللي هو داخل علينا. طيب، هو مع احترامي لحضرتك أنا بعتبر هذا الكلام في جوهره كلام كما ذكرت لحضرتك كلام سليم وكلام جيد، ولكن لن يطبق على الواقع. خلينا نتكلم بصراحة، الموضوع محتاج ضوابط يحكمها القانون. ولو حضرتك قريت كل لسه هنناقش، هذه احنا المعايير بنتكلم في كعناوين بس في سوف البداية. يعني اعتقد ان انت هتجد كلام انشا مكتوب الكلام كويس، ولكن تيجي تطبقه على ارض الواقع. طيب.